أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ورد النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان؟ فيه، نعم، في حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فينبغي الذي يشرع أنه يصوم من أول شعبان، يصوم من أول شعبان ولو تجاوز النصف. إذا صام من الأول ولو تجاوز النصف. أما اللي ما يبدأ الصيام إلا بعد منتصف شعبان هذا منهي عنه، أما من بدأه قبل النصف واستمر فلا بأس بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أغلب شعبان. نعم.